السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم يا جماعة؟ وياكم وايت موكا. اليوم حبيت اني اجرب لعبة بوكيمون فاير ريد نزلك. طبعا صار لي فترة طويلة حيل ما لعبت نزلك نهائيا، ف يعني ابي اجرب الشعور، فقلت شنو الطريقة اللي اقدر اني ابلش فيها واعرف الطريقة. كذي هو كان بوكيمون فاير ريد، لأنه من تقريبا من أسهل الأجزاء اللي موجودة، وغير هذا جزء بسيط جدا يعني سريع وخفيف وجميل. فقلت شنو نجرب أول شيء فاير ريد ونشوف شو الوضع اللي راح يصير ويانا. طبعا إذا أنتم مو عارفين نزلك شلون صاير، ممكن أشرح لكم إياه. هو أول بوكيمون تشوفه تصيده، البوكيمون اللي خسر بالمباراة ينقط خلاص، سواء كان مباراة عشوائية برا ولا جيم باتل ولا حتى على الليت فور. إذا خسر البوكيمونات اللي عندي خسر التحدي، أنا راح أضيف على نزلك شغلة إضافة بسيطة جدا، اللي هي راح تكون إن أنا راح بس أختار أو أصيد البوكيمونات الواتر، يعني أول بوكيمون واتر يطلع قدامي أنا راح أصيده. في البداية راح يكون عندي بوكيمونات ممكن ما يكون موتر، ممكن اقدر اصيده لين اصيد اول بوكيمون موتر. عادي هالبوكيمون هذا يكون ضارب وياي يمكن 4-5 جمات، ما عندي غير بوكيمون واحد، بس ان هذا هو الطريقة اللي راح اسويها. الحين ما راح احاول كثر ما اقدر اني صعب الموضوع على نفسي اكثر من كذي، لانه صار لي فترة طويلة حيل ما لعبت نزلك، فحبيت بس اني اجرب هذا الشيء. انا ما ادري اذا كان صوت اللعبة واضح او غير واضح، نشوف الحين. ممكن صوت اللعبة بلش الحين يطلع وياكم، لان انا موطي عشان اكون اعلى من صوتي. فنبلش اول شيء الحين ونشوف شنو اول 3 بوكيمونات راح يطلعون. طبعا مسرع اللعبة شوية علشان اختصر بس الاشياء البسيطة. الحين جينا هنا، اي اول شيء لازم اروح هنا بعدين يناديني بروفيسور اوك ويقول لي تعالوا يعني. من زمان حيل ما لاحظت نزلك. شوف شو راح يطلع وياي. اول شيء اتمنى عاد يطلع وياي شيء زين. العاده انا دائما كنت قبل كنت اخذ البوكيمونات الضعيفه اول شيء، فخلينا نشوف شو راح يطلع. اول شيء الستاترات نفسه، عجل راح اخذ سكوير اذا استرات نفسهم. نكتين سكوير ما ادري صراحة شنو اسميه. بخلي الحين على نفس اسمه، اذا تبون تسمونه عادي تقدرون تعطوني الا اسم وانا اغير اسمه في التسيفة بعدين. فخلينا نشوف اول شيء. انا خليت بالبسور الحين. اوكي انا معدل على هذا، اتوقع اني عدلت عليه خليته راندوم، بس اشوف شنو راح يصير. طبعا انا راح اسرع الاشياء البسيطه هذه، يعني مثلا هذا الحين راح اسرعه، فاتمنى ان الصوت ما يكون مزعج، لان انا بالنسبه لي لما انا اسمع الصوت غير لما انتم تسمعونه لما ارفعه على اليوتيوب. فاول شيء نبلش. اوكي ترى اول مرة يسوونها كذي، انه بس يشكل تاكل العادة يعطي تيل ويب ما تيل ويب وكذي. طبعا بحاول قبل هذا الشيء راح اخلي كمون يكون ما يوصل لفل 11 كنا او لفل 12. تخلصنا الحين من البداية، الحين نروح نخلص الشيء اللي قدامنا. طبعا نزلك ما يبلش الا لما ستارت منيو، لازم اروح اقول حق عمان انه موضوع هذا. طبعا ما يبلش الا لما ناخذ البوكي بول، فهذا شيء الاول. نشوف اول شيء الحين شو راح يطلع ويانا، يعني مو قاعد احاول اني اسرع واجد عشان لا اذيكم بالصوت. زقزقون، ما قاعد اشوف انه في شيء متغير يعني. ما نشوف الحين. طبعا ما لي حق اني اصيد اي بوكيمون الا لما يكون شو اسمه
إلا لما يكون واتر. يعني على المنطقة هذه أنا ما صدت فيها ولا بوكيمون لين الحين، وحتى لما أخذ البوكي بولز يبلش التشالنج ما أقدر أصيد فيها غير الواتر، حتى لو يطلع قدامي مولترس مثلاً ما أقدر أصيده. فلازم شو اسمه، إحنا بس نختصر المسافة البداية، لأن البداية شوية بطيئة، مو شوية هي حيل بطيئة البداية. هذه ميزة حلوة في الإيميليتر، يعني إنه نقدر نختصر، وإحنا الكل عارف القصة طبعًا، ما يحتاج يعني ما في سبويلرات في الموضوع، ونشوف شو راح يصير يعني الحين. أوكي، شو راح أخسر من البداية يعني؟ أي صح، أنا لحد الحين ما خليتها للبوكي بولز. طبعا بالاجيال القديمه واينات مره ثانيه يا رب. طبعا اذا خسرت الحين ما مو شيء ضروري، بس متاكد اول شيء علشان ما نخسر. شنو كان هو حرف الاي؟ لا حرف الاس، حرف لا حرف الاي ولا حرف الاس، اي حرف كان؟ نسيت اي واحد فيهم. المهم انا راح اخسر الحين. بوكيمون فينتد. هذه البدايه. متى يبلش النزلك؟ يبلش من هذا الشايب. بس يخلص هذا الشايب. طبعا انا قاعد احاول ان ما ازعجكم في تسريع اللعبة شوية يعني، بس بالبداية هذه لازم تخلص منهم. الحين راح نروح حق بروك في الجيم الأول، وراح أحاول إني أخلص الحلقة هذه في الجيم الأول، نشوف شنو راح يصير ويانا من بعدها، إذا أصلا راح نوصل حق الجيم الأول ولا لا. من الحين بلش اللي هو على قولتهم الناس لك. اي مباراة ممكن ادشها ممكن تزعجني. المشكلة لازم option input configuration start اللي هو enter و select اللي هو back x z a s، يعني enter بعدين ادش على الباك نشوف شنو اللي اعطوني بوكي بولز. نبلش اول شيء ونشوف لنا بوكيمون، علشان اذا نطق بولباسور يكون عندنا شيء معين يعني نقدر نسوي فيه. إذا حبيت تسمون في باس تقدرون تسمون في باس على كيفكم. استغفر الله. شوف شنو ممكن أصيد بهال. أوكي نشوف شنو ممكن راح اقدر اصيد. طبعا انا وطيت الصوت نوعا ما، عفوا المايك شويه، انا وطيت الصوت شويه علشان اقدر اني اسرع الجيم و واحاول اني اصيد لي بوكيمون ثاني من هالمكان.
راح احاول محاولتين زياده بعدين بمشي، لان اذا ما نفعت المحاولات سنوبل ما يعتبر ووتر. مرن اتوقع ان راح ارجع في وقت ثاني، لان هني ما قاعد يطلع ووتر بوكيمون. اوكي انت عندنا ما قاعد يطلع ووتر بوكيمون، نشوف اخر محاولة. اوكي ووتر بوكيمون ما تذبحه، بوكي بول انصاد، وعندنا وينجل. فبكذي احنا خلصنا اول ثلاث صيدات من البوكيمونات اللي موجودين عندنا. ما ادري صرت طالع ولا بطالع وياكم. عفوا اتمنى ان الصوت يكون واضح يعني، لان مرات يعلق يعني. فنشوف شنو راح يصير. انا راح اختصر اللاعبين خصوصا في البدايه علشان ما ابي الفل بوكيموناتي، والبوكيمونات العشوائيه نقدر نحاش منهم. في باس ما طلع لي الا في باس. لا شيء من الصدمه الصراحه، من الصدمه يعني انا انصدمت صدمه قويه حيل. انا قاعد احاول اني ما الفل اكثر من اللازم، لان خصوصا في البدايه يعني بروك عنده اونكس وعنده بروك عنده اونكس وعنده اللي هو الصوت طالع ولا مو طالع، مو واضح. اوكي الحين واضح عندي الصوت، خلينا نشوف اذا راح يطلع ولا ما راح يطلع. المهم بروك خصوصا ان نقطه ضعف الواتر اصلا، فاذا لفلت زياده على زوم ممكن ان يفوز على الطقتين وخلصنا التحدي كله. لاحظت انا الصوت شويه كان عالي. ما علي يا جماعه يعني. شويه. فالحين راح يبين قوه التحدي. يعني اللي قدامي الحين عنده كيوبون سوبر افكتيف، ما سويت له ولا شيء. ايوه ممكن اقدر انا، لا انا ما لفلت لي الحين يعني ليفل عالي، وخصوصا البابل اصلا ابيليتي ضعيف حيل. فنشوف الوضع شلون راح يصير. اهم شيء لا يكرت سبيد، هو اساسا ضعيف يعني، من اللي كان راح يطوفه بالسرعه يعني. كان حتى في باص ما تقدر تطقه، وينجل ما يقدر يطقه الحين، خصوصا ان وينجل ما عنده ابيليتيات اساسا. فانت مثل ما انتم شايفين يعني فرق القوه، يعني انا اقدر اطقه بكل سهوله لو نزلت ليفل عالي. فالحين في شويه تحدي، في 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 مجال حق التحدي يكون موجود يعني. وسكويرل يعني مو من ال لا هذا نقز بس كافي كذي. وذرول ترفع الدفنس صح؟ وذرول ترفع الدفنس، نشوف وذرول ترفع الدفنس ولا انا غلطان. سامري عفوا رايزنج ديفنس، هي هذا اللي ترفع الديفنس. في ايتم ماسكته سوفت سويم بعد. ايتم تيك لامبري، انا نوعا ما يعني ما راح اقدر الفل اصلا في باس، لان في باس ما راح تنفعني نهائيا. ف شوف شنو راح يصير، نشوف شنو راح يصير. انا اتوقع ان ليفل حنا ليفل 10، اتوقع ان عندي ليفل اضافي اقدر اني اخذه. ليفل 11 هو اقل ليفل ممكن ادشه، او عفوا يعني انا قاعد احاول اني الفل وانا اضافع الصوت. ف
فراح يطلع وياكم مثل الزعاج. خلي باب اللي هي قدام وتاكل استخدمها متى ما طلع لي الكراس. طبعا ما قاعد يطلع لي ووتر ليفل 11. انتوا تفضلون اني الفل يعني مثلا نفس الحين كذي، ولا تبون مثلا اني اسوي مثل مونتاج اني اقص هذا واقول لكم والله انا لفلت لها الكثر كذي؟ لان مرات يعني في بعض الاحيان وقت التلفيل هو اللي يكون نص الذبحات تطلع وقت التلفيل، بقدر اللي خسر وقت التلفيل. فخلينا نشوف الحين اذا انا راح افوز التحدي ولا راح اندبر، فيبين ويانا يعني الحين. الا اذا كان طبعا في البدايه انا ناسي اني اقدر اني اطوفهم، اي اقدر اطوفهم. هو اصلا ما احد اللي قدامي. اول شيء نسويه نسيف، نسيب علشان إذا صار مثل مشكلة في الجيم نفسه وعلق. والشيء الثاني توز وين إيميليتر سيف وين سيف 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 ستيت سيف ستيت واحد. طبعا نسيب مرة ثانية، واحد لازم يكون محتاط حق الموضوع هذا. فنشوف أنا خليتهم راندوم ولا خليت الكل راندوم، ولا بروك راح يستخدم جيب مد كب ولا في 12 زي وذترو. والله مشكلة مد كب واتر جان نوت فيري افكتيف، راح اقدر اطيح دفنساته. مد كب للحين واتر اصلا. الحين نبلش عاد نحاول نفوز. والدرا واحدة اتوقع كافية. وطبعا في شغلة هي واحدة، لان انا مصعب التحدي نوعا ما، حدي ايتم واحد او بوشن واحد استخدمه في المباراة. لفلت 12 كي ديفنس يرتفع، سبيشال ديفنس يرتفع. الزبات انا مخليهم راندوم. تلجم ليدر راندوم يعني الادفانتج اللي عندي ما اصلا ما كان موجود. اتوقع اني استونش ليفل 14 يعني مستي راح تكون بالعشرينات يمكن. ممكن راح تكون بالعشرينات. نشوف شنو راح يصير. وعفوا عفوا 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 يعني شوية، أول حلقة لازم الواحد يستوعب شنو قاعد يسوي غلط. نسيت شغل الصوت. نشوف الحين استالش. لا تكرت. أنا سويت له تيل ويند وطقيته بابل. الروشن الوحيد اللي عندي راح اضطر اني استخدمه. لا وعلى الزبات. طبعا من الحلقات الجاية انا راح اضطر اني ما استخدم بوشنات اساسا، راح اضطر اني استخدم اللي هو باري، يعني مثلا اعطيهم سترس باري، اوران باري، الاشياء هذه. فهذه بداية النزلك. فزنا على بروك وقدرنا نغلبه. اللستة اللي على اليمين راح تظل بيضة الى الحلقة الجاية ان شاء الله، راح ابلش اضيف عليها البوكيمونات ونشوف شنو ممكن راح يصير ويانا. خلينا نتسرع الكلام كله ونروح البي سي نهيل نسيف علشان لا تخرب اللعبة. وبكذي نخلص الحلقة الأولى. أتمنى أنكم استمتعتم بالحلقة
ولا تنسون تعطون اسم حق سكوير في باس وينجل. يعطيكم العافية على متابعتكم، لا تنسون تعطون سبسكرايب لايك، تكتبون كومنت تحت، مشكورين ومع السلامة.